السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ياسين نجم. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو تكست ترانسفورميشن. اوكي، دونك غنمشي فور اكزامبل، غنمشي لهنا غندير واحد ديفيجن، اولا ندير واحد سيكشن فور اكزامبل، اولا ديفيجن سي لا ميم شوز. دونك ديفيجن غنابليكي عليها واحد لا كلاس كونتينر. اوكي، وغندير واحد الباراغراف. دونك غندير واحد الباراغراف، وزاد الباراغراف غندير واحد لو تيكست اللي هو اليادوار. سا مارش، سي تري سامبل. دونك عطيني كوم سا. دونك الا مشيت لهنايا غير عطيني هاد لو تيكست ديالي هذا، دونك نقدر نابليكي عليه كيف ما قلنا في هاد الباراغراف هادي، نابليكي عليه واحد لا كلاس، نقول ليه مثلا تيكست سانجر فور اكزامبل، اولا نبريسيزي كيف ما شفنا في لا بوزيسيون مون في لا فيديو بريسيدون، تيكست ونشوف الميديام ولا سمار ولا لارج، الال جي ولا الاكسترا سمار اكسترا لارج. سا مارش، دونك نقول له تيكست سانجر، دونك ابليكي عليه اعطيه تيكست سانجر هنايا. اوكي، نقدر مثلا فور اكزامبل نقدر مثلا نجي نقول له واحد لا كلاس مثلا سميتها بارا فور اكزامبل. دونك واش ندير؟ كابي نمشي للستايل ديالي هنايا، ايت ابليكا. دونك فور اكزامبل نقول له مثلا في البادينغ، بادينغ توب ونعطيه زيرو. سا مارش، دونك الى جيت لهنايا زيرو في البادينغ توب، دونك نقول له هنا في الباك جراوند كالر نعطيه واحد الجراي. سا مارش، دونك نجي لهنايا غنلقى عطاه في الباك جراوند ولصقها ليا الفوق باش كيجي الديزاين ديالها مزيان، ونعطيه مثلا فور اكزامبل نعطيها في الكولور وايت. اوكي، دونك هيا في الكولور وايت ونهرسها من التحت. دونك نجي هنا نقول له بوردر ريديوس. سا مارش، ولكن ندير انا فين بغيت انا لتحت، دونك البوتوم ليفت والبوتوم رايت، دونك هادشي عندو علاقة بـ CSS. دونك نعطي هنا مثلا دي بيكسل فور اكزامبل اولا 1 ام، وندير كوبي بيست ونجي هنا ندير الباتوم ديالي. اوكي، دونك ليفت او بيان رايت راديوس. اوكي، دونك الى جيت هكا غنلقى لو ديزاين ديالي كوم سا، دونك لو سيت ويب ديالي مزيان. سا مارش، نقدر ندفع من التحت نقول ليه فور اكزامبل في المارجن، في المارجن باتم ندفع مثلا بواحد 2 ام فور اكزامبل. سا مار، دونك لايك ذات. الوغ دونك انا لو سيت ويب ديالي بيان سور ريسبونسيف، دونك لاحظتو معايا، دونك ما كاين حتى شي بروبليم، دونك مزيان. الوغ دونك انا بغيت نبقى نابليكي وبيا نبدا نتيستي على هذا الباراغراف اللي عندي هنايا. فور اكزامبل مثلا انا بغيت مثلا نجي هاد لو تكست هذا نمشيو بالطريقة العشية هادي، مثلا في هاد الباراغراف هادي عندي واحد لو تكست فور اكزامبل اللي هو مثلا هو هذا، ندير واحد البريك لاين هنا وندير مثلا فور اكزامبل ياسين النجم، نعطيه في واحد سبان، ندير واحد سبان. دونك ندير واحد سبان، نعطيها واحد لا كلاس نسميها اس بي 1 فوالا، ونكتب فيها مثلا مثلا باي ياسين، باي ياسين النجم باغ اكزومبل. دونك درت واحد البي، درت واحد لو تكست، درت واحد سبان. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا هو التكست ما كيبانش هنايا، داكشي علاش ما تافيشيش ليا، حيت ديجا عندي واحد سبان ما ابليكي عليها واحد. دونك انا ندير مثلا فور اكزامبل واحد سترونغ باغ اكزومبل اولا، وندير واحد بريك بوينت. اوكي، ونجي لهنايا غنلقى هوا باي ياسين النجم، عطاها هنايا اونغرا ما عليناش. دونك انا فور اكزامبل مثلا بغيت نمشي لهاد هادي نعطيها واحد لايدي باي اكزامبل، وبغيت مثلا هادي نمشي للجافا سكريبت نديكلاري واحد الفاريابل. دونك نخدمو بالدوم تكنيك ونقولي مثلا element equal document dot get element by id، ونحط له الاي دي اللي هو sp1 سامارش، ونقول له هنايا نقول له ليليمون ديالي بوان مثلا inner html فور اكزامبل. دونك نجي هنا ونشوف اسبكت، نشوف كونسول قال لي inner html ما عرفهاش، علاش ما عرفهاش؟ دونك element equals document.get element by id، ها هو الاليمون ديالي نسمي الم، الم بيان سور. وغنجي هنا ونشد هذا السكريبت هذا نحطه بيان سور لتحت، علاش؟ حتى يدير لي
باج حتى الى وديها عادي يخدم ليا، سينو نقدر ندير لا فونكسيون ها هو تيست خدام. دونك الى بغيت نكونفيرتي او بيان بغيت نافيشي لا باج ديالي او بيان هاد الانراج تاع مال اللي عندي وسط السمو سترونغ اليمنت ديالي، بيان سور سني جي نقول له هنايا غوسوا كوا، غوسوا او ال ام بوان انر اتش تي ام ال او لا تيكست كونتنت بوان تو ابر كيس. دونك تندير لا فونكسيون ويا كندير لابيل لا فونكسيون تو ابر كيس في جافا سكريبت، دونك هنا غيعطيني غي كونفيرتيها اون ماجيسكول، او لا الا بغيت نكونفيرتيها تو لاور كيس، تو لاور كيس ça marche. Donc tu as l'avoir le cas, ça a été en minuscule, donc c'est très simple. Donc on a pris maintenant ce que j'ai dit JavaScript, donc je vais mon niveau de JavaScript, donc on va faire CTRL-C. Donc je vais utiliser JavaScript, alors je vais utiliser une classe qui va utiliser la conversion majuscule ou minuscule pour le bootstrap. Alors quand je vais là, quand je vais dire strong, je vais appliquer à la classe, ça marche, on va dire text.uppercase. اوكي دونك الى مشيت لهنايا دونك ابر دو بي داكشي علاش ما عطانيش لو دروا ابر دونك ابر كيس دونك ندير كوم سا دونك نجي نحل لاباج ديالي دونك كما كتلاحظوا معايا هو ملي قلت له لا كلاس تكست بوان ابر كيس دونك مشى ابليكي ليا لا هايا عطاها اون ماجيسكيو سا مارش فور اكزامبل مثلا غنمشي ندير نقول ليه بغيت نردها اون مينيسكيول دونك هي اون ماجيسكيل دونك لاحظوا معايا غندير مثلا هذه النجم ماجيسكيل دونك كيف ما كتلاحظوا هو غيمشي غير اللي لقى غير دون ماجيسكيل بغيت نحولها اون مينيسكيل دونك كندير تو لاور او بيان لاور كيس دونك سي تري سامبل دونك هذه هي تكست ترانسفورميشن دونك ها وردوا ليا تو لاور كيس مازال واحد لوبسيون اللي هي كابيتالايز كتفيدني بزاف في فاش ملي كنبغي ندير لانوتاسيون شامو اولا ندير كل كاركتر ندير له ماجيسكول برومي كاركتر سا مارش دونك لاحظوا معايا غنجي فور اكزامبل غنجي نقول له هنايا غنعيط على لا فونكسيون اللي سميتها كابيتالايز اوكي وغنمشي غندير كوم سا غنلقى بلي ان لو برومي كاركتر ديال كل مو عطاه اون ماجيسكول دونك هاي سين عطاه ايكغيك اون ماجيسكول اي بي اون ماجيسكول او بيان سور راه هي ديجا اون ماجيسكول باش نتيستي ونديرو النجم با اكزامبل كوم سا غنمشي وغنلقى ابليكي عليها ياسين النجم دونك شفنا ثلاثه ديال الحوايج شفنا تكست ابر كيس وشفنا تكست تيري ويا لا كلاس تكست لاور كيس وشفنا كابيتالايز دونك هادو سو سون دي كلاس اللي كاينين ديجا كنديرو لهم اوفرلود فين في البوت ستراب 4 دونك سونز افوار ان ان يوتيليزي جافا سكريبت ومن تنديرو لا بير ديال الفونكسيون نستعملو دوم تكنولوجي انسي دو سويت دونك نتمنى هاد لا فيديو تكون على الاعجاب ديالكم نتلاقاو في لا فيديو الجايه كان معكم ياسين نجم بيس عليكم